الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت غرفة تجارة محافظة القادسية عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 30% بسبب ارتفاع سعر الدولار، وأوضحت أن دخل الموظف في المحافظة تضررت قيمته الشرائية بقيمة 50%، ولفتت إلى أن أغلب رجال الأعمال هجروا القادسية لأن المحافظة غير جاذبة للمشاريع الاستثمارية ليتجهوا إلى تنفيذ المشاريع بمحافظات النجف وكربلاء وكردستان العراق. من جهته قال رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عقاب الحسين إن هناك 57,000 مصنع في العراق معظمها متوقف. أكدت لجنة الاقتصاد النيابية أن قرار رفع سعر صرف الدولار أنعش مصارف وجهات تابعة لشخصيات متنفذة بملايين الدولارات. وقالت عضوة اللجنة ندى شاكر إن لجنتها طالبت الحكومة بتوجيه وزارة المالية والبنك المركزي لمعالجة خطأ رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي الذي تضرر فيه المواطن العراقي فقط. وأضافت أن قرار رفع سعر صرف الدولار أسهم بانتعاش الكثير من المصارف والجهات التابعة لشخصيات متنفذة بملايين الدولارات، داعية الحكومة إلى سرعة اتخاذ قرارات حازمة بهذا الصدد. أكد النائب السابق حامد المطلق أن التوسع في فتح المنافذ الحدودية قبل السيطرة عليها وعلى الفساد والخروقات التي تشهدها أمر غير صحيح. وقال المطلق إن ضبط الحدود والمعابر هي مسألة أمنية ومهمة ومن واجبات الحكومة، مبينا أن فتح منافذ جديدة هو ليس اجتهادا وإنما واجب كل مؤسسة تعمل، ويجب أن تكون لديها القدرة الأمنية لحماية البلاد من عمليات التهريب على حد قوله. طالب مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي الحكومة بالتراجع عن الاتفاق المبرم مع كردستان العراق، وقال المياحي إن هذا الاتفاق المبرم مع أربيل ليس له أي غطاء شرعي أو سند قانوني في ظل الموازنة العامة التي صوت عليها مجلس النواب باحتساب حصة كردستان 250 ألف برميل نفط يومياً. أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25% للمرة الخامسة على التوالي، وذلك بعد خفض الفائدة في شهر أيلول وتشرين الثاني الماضيين. وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنه من المتوقع أن تتأثر قرارات التضخم بالتأثيرات غير المتواتية لسنة الأساس على المدى القريب. شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعاً في التضخم هو الأسرع منذ عام 2008 مع إنفاق تريليونات الدولارات على شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك المركزية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا. وقفز معدل التضخم السنوي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم 38 دولة تمثل حوالي 60% من الاقتصاد العالمي إلى 3.3% في شهر نيسان الماضي من 2.4% في شهر آذار السابق، ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2008. وتأتي تلك المعدلات التضخمية عقب حزم وحوافز مالية ضختها الحكومات الكبرى لدعم الشركات والبنى التحتية بهدف تعزيز التعافي الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة الاستهلاك والطلب العالمي على السلع، خصوصا الطلب على الطاقة. ختام الموجز، إلى اللقاء.